والأرغان 70% من مدخول ساكنة قبيلة إسندالن التابعة لإقليم تارودانت، لكن قطيع الإبل والماعز الذي يعود لبعض الرحل القادمين من مناطق جنوبية يتغذى من هذه الأشجار، مما يؤثر سلبا على كمية المنتوج. هذوك الناس بجمالهم ياك متي كيف زولين أرغان ما كيخليوش لينا ياك متي تتوصل الوقيتة فاش نجمعوا حنا أرغان. ما كنقلبوا على هذا شوي ديال الربيع فين ما كان لا ينسرحوا فيه. الحاجة اللي مسموحة راه مسموحة، الحاجة اللي ما مسموحة راه القانون كيحكم على كل واحد. حنا ما تيعترفوش بالقانون باش يهودوا الكسبة ديالهم اللازيب، باش هذاك أرغان نفرقوه ثاني يدي واحد يخوض حقه. الناس كيتشكاو من هذاك الشيء، ولكن حنا داك الشيء ما يعني حنا راضي البال هادشي ديالنا سايحينو يعني كل تقريبا كل غنم فيها تقريبا ثلاث سراح اربعه سراح، واخا هما كيتهمونا بان راه كناكلوا الزراعه راه كناكلوا رقار. امام هذا الوضع تقدم سكان قبيله اسندالن المتضررون بشكايه للجهات المسؤوله لعلها تجد حلا يرضي كلا الطرفين. الا جاوا هاد الرحال مثلا بغاو يتعدوا على الاراضي ولا على ارغان ولا على الغابه ديال الناس، دائما المسائل كتكون مسائل سلميه كتمشي تتحاور مع حوار، كنتحاوروا مع الناس في حالات الاوقات كتحاوروا مع الناس ديك الساعات اللي مبوره كاين مسائل قانونيه. سكان قبيلة إسندالن في حاجة إلى تقنين استغلال شجر الأرغان، هذا الموروث الطبيعي النادر الذي يحتاج بدوره إلى الحماية من كل عوامل الاندثار.